السلام عليكم ورحمة الله. الحين بنشغل الغطاس، هذا هو عبارة عن غطاس مصغر، وهذا السويتش. الحين نجربه، بنحطه في الماي، هذا الماي، نفتح الكهرباء، بسم الله، شغال الحين تمام. يعني عندك اي ماكينة جلندر ثاني او هلتي تقدر تغير هذا. يعني الحين طبعا مسكرة، الحين بركبه في الجلندر، الحين ركبها الطريقة، هنركبها الطريقة، نشوف كيف الماي، كيف الدفع، هالطريقة هالطريقة يصب الماي اساس انه يرقد الغبار ويلين المكان، ينعم المكان ويسهل القص التقطيع. تابعونا وشكرا.